اعتمادا على مصدر نقابي تركي حاول بوراك إيدج بكديل إثارة مشكل السيولة في مقال له على ديفنس نيوز. مشكل السيولة في الشركة القطرية التركية بي ام سي بعد كشف الدبابة التي أنتجتها الشركة في يناير 2020 وفي قلب معركة كورونا. وأهم صانع للمدرعات اليوم يعاني من سيولة من أزمة سيولة بفعل تغيير القيادة. ليؤكد ديفنس نيوز هذا الموقع أن المشكلة ليست للسيولة فقط، وإنما هي مشكلة ربما قد تكون هيكلية. ومعلوم أن قطر شريكة وليست مقرضة بخصوص إنتاج ألتاي، هذه الدبابة التي تعتبر أول دبابة محلية تركية. وحسب الموقع الأول في أمريكا فإن الوضع مجهول، لكن المناورة من خلال تغيير القيادة ومحاصرة الاختراق الاستخباري يخدمان الوصول إلى إنتاج ألتاي من الجيل الأول. وهناك من العمال وايت كولر وركرز خادروا الآن هذه الشركة، 30 منهم على الأقل، لأن التحول إلى الصناعة العسكرية ووقف إنتاج الشاحنة المدنية تجرا بدأ الآن وانطلق. كذلك الشأن مع وحدة إنتاج كسارو لسقاريا، وهي الآن وحدتها متقطعة العمل على حد وصف هذا الموقع الأمريكي، ودائما لأسباب مالية أو لوجود إعادة هيكلة على الأقل. ويبقى مستقبل الاستدانة جزءا من التدبير الذي ترفضه القيادة الجديدة، خصوصا وأن رغبة أمريكا في سحق الصناعة الدفاعية التركية مبرمج من البداية، ولأن إسرائيل تحاول مجددا تجديد عملها ضد تمويل قطر لهذه المشاريع التركية عبر أسماء كثيرة وسيئة التدبير ودفعها إلى القيادة، وهو ما انتهى حاليا. وأهم ما يجب ذكره الآن أنه في مايو 2021 فإن أوستيرك وسانساك باع 50.1% إلى منتج الصلب توسيالي هولدينج المنتج ل6 ملايين طن في 3 قارات، ولا تزال الشراكة إلى الآن مع الجنوب كوريين، خصوصا بالنسبة لدوسان وأيضا بالنسبة لغيرها. سيكون أمرها إلى الآن موجه نحو المحرك، وليس المحرك فقط، لأن المحرك أيضا هو ناتج عن قطاع مدروس ما بين أوكرانيا وما بين تركيا. ومحاولة تصوير هذه الأزمة كأنها أزمة هيكلية رغم أنها أزمة سيولة وأزمة تغيير في القيادة، يؤكد أن الأمريكيين يرغبون الآن في وقف أكثر من 10 اتفاقيات بين هذه الشركة وما بين شركات غربية. وهناك شركات وطلبات موجهة لهذه الشركة من أجل شراءات، وهذا يرفضه الأمريكي الآن. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. كما ذكرنا فإن هناك بيع وتغيير للقيادة في أكبر شركة للمدرعات وأول شركة للمدرعات في تركيا، وهي التي ستنتج ألتاي. المشكل اليوم هو أن هذه القيادة التي باعت بحوالي $500 مليار نصيبها، يعني أن هناك قيمة اسمية تصل تقريبا إلى $1 مليار، نتحدث عن $480 مليون على أقل تقدير، وهناك عشرات الملايير التي يعمل لأجلها التركي. أولا سنرى أن هناك أكبر مصنع للصلب توسيالي، هذا مهم جدا لأن في لحظة ما سيكون للصلب قضية خطوط الإنتاج. التمييز الذي يحدث الآن في تركيا غير موجود مثلا في روسيا وغير موجود في كوريا، دائما هناك بنية تحتية يعمل عليها الآخرون، وهذا الذي يعطي خطوط إنتاج بالنسبة لما يستخدم من أجله المدرعات. المدرعات تحتاج إلى مثل هذا الشريك،
ولذلك فنقل مباشرة هذه الشركة من شركة عادية إلى شركة يساهم فيها أول مصنع للصلب في تركيا. هذا هو التحول الذي سيعطي خطوط إنتاج. وفي هذه المرحلة الانتقالية على وجه التحديد، فإن أمريكا تتمنى وبشكل كبير أن تكون هناك أزمة سيولة، رغم أن قطر شريكة ب 49% على الأقل في هذه الشركة، ولذلك فإن أزمة السيولة غير متوقعة على الأقل في الأفق القريب، رغم أن إعادة هيكلة بشكل كبير لفصل المشاريع العسكرية عن المدنية. وكل هذا يكشف مسألة رئيسة، أن هناك رغبة لدى إسرائيل ولدى الأمريكيين في ضرب القيادة مرة أخرى، لأن الأزمة السابقة كانت بشأن أولا أن القيادات التدبير، قيادات التدبير الاقتصادي أو التدبير عموما بالنسبة لهذه الشركات كان صعبا ومعقدا. ثانيا أن الحرب التي مارستها وأمام إجراءاتها التي قامت بها تركيا ضد العاملين في قطاعاتها العسكرية، هناك أكثر من موظف ترك عمله لهذا السبب، لأن هناك تحول كبير في المراقبة، لأن المسألة لا تتعلق بمشاريع فقط يمكن أخذ أسرارها أو على الأقل اقتسام أسرارها، الأمر يتعلق بشيء آخر، يتعلق بأسرار عسكرية انطلاقا من الإنتاج الحربي لتركيا. وهذا الذي جعل فصل مثلا مشروع الشاحن عن ألطاي ضروري في هذه الشركة. على أقل تقدير لا يمكن لشركة أنها تصنع ألطاي وأول دبابة من الحجم ومن الجيل الجديد والجيل الأول في تركيا، ولكن بالنسبة للتقنية فهي الجيل الثالث أو الرابع على الأقل عالميا حسب التقنيات التي ستوضع فيها. هذا يعني أننا أمام أولا دبابة تركية، وهناك من الاتجاه الآخر شاحنة. فمن غير الممكن في هذه اللحظات على وجه التحديد إدارة العملية بهذه الطريقة على أقل تقدير. إذن هذه نقطة أولى. النقطة الثانية والأكثر أهمية بالنسبة للسيولة وإعادة برمجة الميزانية كلها، لأن البيع حدث في مايو ونحن نتحدث اليوم أو في ماي ونتحدث اليوم عن إعادة هيكلة لهذه الشركة. إن كان هذا الوضع بهذه الصيغة لأن الأمر يتعلق بسيولة، فأول ما ستطلبه قطر الشريك أن تكون هناك ورقة أخرى للتدبير، وأول ما سيقوم عليه القطريون فصل مباشرة ما بين المشاريع العسكرية والمشاريع المدنية. سيتأكد للجميع أن القطريين يريدون هامشا من المناورة في قضية التمويل. كيف؟ لأن القطري لا يستطيع أن يمول بشكل مباشر البرامج العسكرية التركية، لأن هذا سيفرض حصارا، وإن لم يكن حصارا مباشرا فهو حصار غير مباشر وإجراءات ضد الدوحة. لذلك فالعملية صعبة للغاية، أولا لأن الدوحة ولحساسية الموقف كانت تمول شركة لديها شق مدني ولديها شق عسكري، وفي هذه الحالة كان يمكن تمرير مثلا هذا الاستثمار القطري في النصف المدني في 50% المدنية لهذه الشركة. اليوم ليس لدى على الأقل قطر أي خيار إلا في وضع الرأسمال القطري مباشرة في الشركة التركية، وهذا سيخلق إشكالا أكيد مع إدارة بايدن ومع استخباراته ومع أجهزته، هذا واضح للغاية. لذلك فما وقع بهذه الطريقة، لكن أصبح هناك حلا مباشرا هي في قضية الإقراض المحتمل. هذه زاوية. الزاوية الثانية عبر البورصة مثلا، وأكثر من ذلك أننا سنجد أن ما يسمى بالاستثمار في البنية التحتية للإنتاج الحربي، يعني أننا أنا لا أنتج مباشرة الدبابة ولا أنتج مباشرة القطعة
العسكرية، بل أكون ضمن السلسلة التي ستوصل إلى مثل ذلك، وهذا الذي سيكون مع هذه الشركة للصلب توسيالي. وخطتها هي الذهاب نحو خطوط إنتاج للصناعة العسكرية التركية. للإشارة فقط، فإن تحويل هذه الصناعة العسكرية اليوم المطلوبة على الأقل في أفريقيا وفي أجزاء من آسيا، وأيضا في بلدين على الأقل في أمريكا الجنوبية، سنجد على أن الأمر اليوم يجب أن يتحول إلى ما يسمى بخطوط إنتاج. وخطوط الإنتاج هذه لا يمكن أن يستثمر فيها القطري بشكل مباشر، ولذلك فلا بد من إبعاد الشركات التي يمكن أن تشكل على الأقل تحفظا تجاه هذه المشاريع الدفاعية والعسكرية بشكل مباشر، ويجب إدخال شركاء آخرين لمثل هذه المهمة. إذن هذه هي النقطة الأساسية الأولى. لكن أي موقف لقطر الرسمي إلى حدود اللحظة؟ سنجد أن القطريين يمكن تمويل هذه المشاريع بطريقة غير مباشرة، وبالتالي ستأخذ وقتا، وأمام أزمة الليرة المصطنعة والتي يمكن من خلالها وبشكل أكيد أن يكون تأثير أمام التحويل الآن. فالتحويل القطري في هذه المرحلة بالتحديد هي خسارة مضاعفة لقطر، لهذا فمن الأولى ألا تقوم بهذا التحويل. لكن على العموم قد تسجل أيضا على صعيد الليرة تقدما إن قبلت بأن يكون رأس مالها بالدولار بشكل مباشر في هذه الشركة. هذا هو الخلاف الحالي. لكن مهم جدا التأكيد أن الأمير تميم ورغم مثل هذه التخوفات ومثل الإنذارات الأمريكية التي باشرتها ديفنس نيوز بهذا الخصوص، لأن هذا المقال هو تحذيري للدوحة، فإن الأمير تميم قام بخطوات سيكشف عنها، خطوات وليس خطوة واحدة، اتجاه العمل على دعم الصناعة التركية. وعندما سيدعم جميع هياكل الصناعة التركية سيدعم بطريقة غير مباشرة المشاريع العسكرية. لذلك فالأمر لا يتعلق بدعم مباشر، إنما بإنقاذ وضع، رغم أن الأتراك حاولوا أن يصلوا مع القطريين إلى الشراكة العسكرية. اليوم إلى الآن لم يقرر القطريون ما هو مستقبلهم في هذه الشركة المصنعة الأولى للمدرعات في تركيا. إذن الأول هو موقف قطر أمام فصل المدني عن العسكري في التصنيع داخل هذه الشركة، وهذا الذي سيحسم قرار واشنطن. المسألة الثانية والأكثر أهمية أن قطر لا تريد التركيز على هذه النقطة بقدر ما ترغب بشكل مباشر في دعم الصناعة عموما التركية والاستثمار فيها، ومن ثم يكون هناك دعم للصناعة الدفاعية. فهل تكون للقطريين هذه الجرأة في إعلان أنفسهم وبشكل مباشر أنهم شركاء في المشاريع العسكرية البحتة والخالصة للتركية؟ هذا هو السؤال، وهذا الذي لا يرغب إلى حدود هذه اللحظة أن تترك الدوحة هذا الدعم ولا شراكاتها في تركيا. هي جمدت جزئيا هذا الوضع، لكن إلى حدود اللحظة فالأمريكيون الآن يضغطون بكل قوتهم ضد الدوحة من أجل إبعادها عن المشاريع الدفاعية أو العسكرية الخالصة لتركيا، وهذا هو التطور الذي نعرف فيه أن حربا أمريكية تدار أيضا ضد الدوحة لصالح نهج بايدن اليوم في محاصرة تركيا وصناعتها الدفاعية. وموقف قطر إلى الآن لا يخدم المصالح الأمريكية، على اعتبار أن الأمريكيين يطالبون بانسحاب القطريين، لكن الأمر اقتصادي وفيه مال، ولا بد للأتراك أن يشتروا. لمن ستبيع قطر؟ وبالنسبة على الأقل لتركيا ستكون رابحة إن حولت كل الشركة إلى فاعلين أتراك بعد أن مررت
أصعب فترة بأموال قطرية، سيكون هذا جيدا، ولكن فيه خسارة أيضا وتأثير على الشراكة القطرية التركية. لذلك فأمام قطر خطوة جريئة نحو إنقاذ هذه الصناعة والدخول كشريك في هذه الصناعة وتكون صناعة تركية قطرية بشكل مكشوف، أو أن العملية سيرضخ الجميع لهذه العقوبات الأمريكية غير المعلنة والمواجهات أساسا ضد قطر وضد تركيا على حد سواء. كل هذا من أجل تقليص أهمية الصناعة الدفاعية التركية. وفي كل هذه الأحوال فإن قطر إلى حدود اللحظة لا تزال تناور، وهذا أهم ما يمكن توقعه رغم الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية، لأن ما يجري يتطلب قرارا وقرارا جريئا، وفي كلا الحالتين سيكون فيه دفع الثمن أغلى. لذلك فالوضع اليوم هو وضع انتقالي غيرت فيه القيادة، وستكون إعادة هيكلة الشركة قليلا قليلا لاستعادة ديناميكياتها وآنذاك استعادة الشراكة القطرية التركية التي تعمل إلى الآن ببراغماتية عالية وبعقلانية وبدون أدنى مواجهة. ليس هناك مواجهة كالتي يرغب أردوغان في آخر المطاف في الدخول إليها، إنما القطريون ينتظرون الوقت المناسب، والآن توقفوا من أجل اتخاذ القرار. لكن أهم ما يقوله الأمريكيون في تقاريرهم السرية أن القطريين لن يتخلوا عن الأتراك ولم يتخلوا عنهم ولو بدعم مباشر لليرة وللصناعة، وأيضا وهذا هو المهم لصناعة الصلب، فتكون هناك انتقالة مباشرة لسيطرة هذه الشركة للصلب، قد تسيطر على كل الشركة، وآنذاك تحول أنصبة القطريين إلى توسيالي، وهذا الذي قد يكون بمثابة الخدعة التي رأى فيها البنتاغون أنها خطوة جريئة ومباشرة وتؤكد متانة ما بين أنقرة والدوحة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.